مرحبا بكم. مؤتمر حاسم في تاريخ القضية الصحراوية عنوانه تصعيد القتال من أجل طرد الاحتلال وبسط السيادة برسائل قوة وصمود وعزيمة على انتزاع النصر وتكريس الدولة الصحراوية. المؤتمر 16 لجبهة البوليساريو الذي شهد أكبر عدد من الوفود المشاركة مقارنة بالمؤتمرات السابقة يحمل معه رسائل عمق وامتداد للقضية الصحراوية إفريقيا ودوليا. هل الكفاح المسلح بات حتمية في الصحراء الغربية؟ وما التحديات التي تواجه القيادة الصحراوية في المرحلة المقبلة؟ وكيف السبيل إلى اغتنام الزخم الدبلوماسي للقضية في فضح ممارسات الاحتلال المغربي؟ أبانت أشغال المؤتمر 16 لجبهة البوليساريو التي تتواصل لليوم الرابع على التوالي بمخيمات اللاجئين الصحراويين عن موجة انتقادات إسبانية لاذعة لموقف حكومة بيدرو سانشيز تجاه القضية الصحراوية. الممثلون عن تنسيقيات الجمعية الإسبانية المتضامنة مع الشعب الصحراوي أكدوا تضامنهم المتجدد ودعمهم الثابت للقضية الصحراوية على درب الحرية والاستقلال. من عقر الدار يسدح الحق ويدار، تلتحم الأصوات الإسبانية المتضامنة مع الشعب الصحراوي تصاراً لعدالة قضيته ودعماً لشرعية حقه في نيل الاستقلال، على عكس مسار رئيس الحكومة المعوج بيدرو سانشيز الداعم لسياسات المحتل المغربي والضارب بها المواثيق الدولية عرض الحائط. ذاك ما اتفق عليه هؤلاء في أشغال المؤتمر 16 لجبهة البوليساريو بمخيمات اللاجئين الصحراويين. الالتزام لا يزال قائما رغم ما تقوم به الحكومة الإسبانية. سيكون لديكم أصدقاء في إسبانيا، وهنا لدي طلب منكم، اعتبرونا مناضلين من مناضلي جبهة البوليساريو. رغم السياق الدولي المعقد للغاية، إلا أن القضية الصحراوية لا تزال تخطو خطواتها قدما، لأننا نعرف أن القضايا العادلة لديها درب ومسار وحيد، وهو درب حرية وانتصار واستقلال الصحراء الغربية. وصلة بالحق المثبت على أروقة الهيئات الإفريقية والدولية، يؤكد وزير الخارجية الصحراوي محمد سالم مولد السالك أن الاتحاد الإفريقي بعد قراره الأخير فيما يتعلق بإيجاد حل سريع للقضية الصحراوية يثبت أن تعنت الاحتلال المغربي بدعم من قوى خارجية سيؤدي لا محالة إلى مواجهة مباشرة داخل الاتحاد الإفريقي. الاتحاد الإفريقي في قمة إسكات البنادق والقمة الاستثنائية لمجلس الأمن والأمن قرر أن يكون حلا سريعا للقضية الصحراوية بين الدولتين العضوين في الاتحاد الإفريقي، المملكة المغربية والجمهورية الصحراوية، على أساس هذه المبادئ الأساسية للاتحاد الإفريقي التي هي احترام الحدود القائمة وعدم حياز الأراضي بالقوة. ولكن المغرب يرفض تطبيق هذه القرارات ويحاول ربح الوقت، وأظن أن هذا الموقف المغربي المؤيد خارجيا من قوى خارجية سيشهد مواجهة في المستقبل داخل الاتحاد الإفريقي، ولا شك أن يكون هناك تقدم في موقف الاتحاد الإفريقي في هذا المجال. الصحراء الغربية آخر مستعمرة في إفريقيا
رغم ما يحاط بها من حفاوة دعم والتزام بنصرتها، تبقى بعض الحكومات سائرة في فلك التطبيع الدبلوماسي لمصالح وامتيازات ضيقة غاضة أعينها عن الواقع والحقيقة. لمناقشة الموضوع نسعد بأن يكون معنا مباشرة عبر سكايب الدكتور أسامة بوشماخ، أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية. مرحبا، أهلا وسهلا بك. ومن مخيم الداخلة للاجئين الصحراويين نرحب بالدبلوماسي الصحراوي ماء العينين لك حل عبر الهاتف. أهلا وسهلا بك. دعنا نبدأ معك سيد ماء العينين، ضعنا في صورة أشغال المؤتمر 16 لجبهة البوليساريو في يومه الرابع. شكرا جزيلا على الاستضافة. بداية، افتتح المؤتمر يوم 13 جانفي كما تعلمون بحضور المندوبون والمشاركون الصحراويون حوالي 2200 مؤتمر، بالإضافة إلى أزيد من 380 ضيف أجنبي من مختلف القارات، من أمريكا اللاتينية، من أفريقيا، من أوروبا طبعا، ومن آسيا. والضيوف هؤلاء غطوا الطيف السياسي من اليسار إلى اليمين، كان هناك أيضا دبلوماسيون وزراء دول صديقة إفريقية ومن أمريكا اللاتينية بالخصوص. الأشغال في بدايتها يعني تقريبا اليومين الأولين خصصا للتعبير عن تضامن هذه الوفود، وكانت هناك رسائل قوية وواضحة، جميعهم أجمعوا على دعم كفاح ونضالات الشعب الصحراوي، سواء منها النضال السياسي الدبلوماسي وحتى العسكري. للأسف الشديد المغرب لم يترك، والمغرب وليس المغرب فقط بل المنظمة الدولي لم يعني يغتنم 30 سنة من السلم الذي أعطاه الشعب الصحراوي للمنظمة الدولي لحل النزاع بالطرق السلمية، بما يحفظ وجه المحتل المغربي. الآن لغة السلاح وكما يقول شعار المؤتمر تصعيد القتال هو الحل، هو الطريق إلى الحل، وليس الحل هو الطريق إلى الحل. والحل لا يمكن إلا أن يكون استكمال سيادة الجمهورية الصحراوية على أراضيها. الآن اليوم دخل يعني منذ مساء أمس استمع المؤتمرون للتقريرين الأدبي والمالي للأمانة الوطنية السابقة، وهم في طور مناقشته والتعليق عليه حتى الآن. نعم، ابقى معنا سيد ماء العينين لك حل. دكتور أسامة، وأنت كأكاديمي مشارك، طبعا حضور كبير للوفود المشاركة في أشغال المؤتمر 16 للبوليساريو، ما الذي استشعرتموه من كل هذا الحضور الداعم والتضامن الدولي الواضح؟ بسم الله الرحمن الرحيم، تحية إليك وإلى ضيفك الكريم من الداخل وكل مشاهدي قناة الأرض. حقيقة كان فيه عدد كبير جدا من الوفود التي نزلت بالداخل، يعني وفود كانت كما ذكر من قارات، وكان هذا وتعددت هذه الوفود من الرسميين كالدبلوماسيين وحتى من أطياف المجتمع المدني والأحزاب السياسية، ناهيك عن الإعلام القوي الذي كان متواجدا أيضا لتغطية هذا الحدث. أعتقد أنه قضية الصحراء الغربية في هذا المؤتمر في هذا الوقت بالذات التي تشهد فيه حرب كبيرة داخل الأراضي الصحراوية، أعتقد أن القضية بهذا المؤتمر أخذت طريقا آخر. أعتقد أنها محطة أخرى ومحطة كبرى في قضية نضال الشعب الصحراوي. أعتقد أنه أيضا فيه ما بعد 17 ليس كقبل 17 من شهر جانفي. الكل يتحدث على أنه القادة الصحراوية ستأخذ طابعا آخر وتصعيد القتال ضد المستعمر المغربي. لهذا الآن في التغطية الإعلامية التي كانت من خاصة من أوروبا، من فرنسا، من إيطاليا، من إسبانيا، حتى بالنسبة لأمريكا اللاتينية، حتى أيضا بالنسبة لروسيا، الحزب الشيوعي الروسي كان حاضرا بقوة وتحدث بكلمة كبيرة جدا حين قال بهذه الكلمة: النفاق الغربي يغض الطرف عن الصحراء الغربية وينظر بمنظار آخر إلى أوكرانيا. أعتقد أن الرسالة واضحة من هذه الدول الكبرى، الدول الكبرى كانت حاضرة سواء من آسيا سواء من إفريقيا، التشاد كانت حاضرة، جنوب إفريقيا حاضرة، تونس كانت حاضرة، في تعدد كبير بالنسبة
أطياف المجتمع المدني والأحزاب السياسية سواء من اليسار أو من اليمين، لم يعد فقط الحضور بالنسبة لليسار، حتى بالنسبة لأحزاب اليمين كانت متواجدة. لهذا أنا قلت أن هذه محطة هي محطة جديدة من نضال الشعب الصحراوي، وما بعد 17 ليست قبل 17. نعم، محطة جديدة وما بعد 17 أو 17 من جونفي ليس كما قبله. وسيد ماء العينين، كيف يعطي المؤتمر نفسا جديدا للكفاح المسلح في الصحراء الغربية؟ بطبيعة الحال المؤتمر كان محطة منتظرة، لاحظتم أنه نظم 3 سنوات فقط بعد مؤتمر 15 الذي نظم في ديسمبر 2016، في حين أنه كان بإمكان قيادة سياسية لجبهة بوليساريو أن تعقده بعد 4 سنوات، يعني السنة القادمة. ولكن نظرا لظروف الكفاح المسلح الذي انطلق كما تعلمون 16 نوفمبر 2020 مباشرة، يعني أشهر قليلة بعد المؤتمر الماضي، كان لزاما على القيادة السياسية أن يعني تسجل وقفة مع الوضع، أن تقرأ الوضع الراهن. التغيرات الدولية أيضا كان لها يعني نصيب كبير في قرار يعني التعجيل بتنظيم المؤتمر بعد 3 سنوات فقط، لأنه القضية الصحراوية لم تعد فقط قضية جهوية وطنية، هنا قضية الصحراء الغربية هي قضية دولية تؤثر على مسار وفعل الأمم المتحدة، يعني المنظمة الدولية، لأنه حل النزاع أو عدم حل نزاع الصحراء الغربية سيؤثر يعني حتما على المنظومة الدولية كلها، على منظومة المتحدة وعلى مصداقيتها. لاحظنا أيضا بأن هذه القضية أثرت وتأثرت بما حصل من تطورات سواء في الاتحاد الإفريقي، سواء في الاتحاد الأوروبي وعلاقته بالمغرب، وتورط أخيرا اكتشفنا الفضائح التي يعني يعيش فيها هذا البرلمان الأوروبي، وما كشف من تورط مسؤولين أوروبيين يعني برلمانيين مع نظام الاحتلال المغربي. كل هذه التطورات، الكوفيد أيضا أثر كذلك، ولكن أساسا عودة الكفاح المسلح كان لها نصيب الأسد، والشعب الصحراوي قاطبة يعني تقريبا بدون استثناء يرى بأن من الواجب الالتفات وبقوة إلى المعركة الميدانية، ليس فقط معركة يعني معركة الكفاح المسلح، بل كل المعارك التي فيها مقارعة الاحتلال سواء في المناطق المحتلة، على الجبهة الدبلوماسية، على الجبهة الإعلامية، وعلى الجبهة القانونية في المحاكم الدولية. نعم، التوجه نحو الكفاح المسلح، تصعيد القتال من أجل النصر وتكريس الدولة الصحراوية. دكتور أسامة، على ماذا ينبغي التركيز في المرحلة المقبلة؟ وفي حديثنا مع الصحراويين، هم لا يريدون أن نمدهم بالرجال، فالرجال كانوا حاضرين، ولكن فقط بالدعم النفسي والدعم الدبلوماسي والتغطية الإعلامية. أعتقد أن التغطية الإعلامية باتت ضرورة. أنا كانت رسالتي في الماجستير كانت حول الصحراء الغربية، ولكن صدقني أني لما ذهبت إلى المخيمات أصبحت يعني بالمشاهدة وبالمعاينة يعني يمكن أن تقدم الكثير على معاناة الصحراويين. أنا لما ألتقي مع بنت في سنها 8 من العمر وتتحدث بذلك الحماس وذلك الكفاح وتعطيك دروسا في النظام، فهذا يدل على أن هذا الشعب هو مقاوم. ولكن بالنزول إلى الميدان، بالنزول بالتغطية الإعلامية، بالتعريف بالقضية الصحراوية، الشباب الآن الذين نزلوا إلى أو إلى الإعلاميين أو حتى من أحزاب الغربية ومن أمريكا اللاتينية، كلهم تقريبا في السن ما بين 20 و25 سنة. لهذا الآن هم اكتشفوا شيء آخر من النظام، اكتشفوا شيء آخر من الكفاح. لهذا الآن الشباب الآن هو الذي يدفع بالنظام في قضية الصحراء الغربية، الشباب العالمي، لأن الآن النفاق الذي قام به الغرب فيما يخص دعمه لأوكرانيا ضد روسيا الآن سينتقل إلى مناطق أخرى، انتقل إلى القضية الفلسطينية والآن إلى قضية الصحراوية. الآن كل ملتحم بقضية الصحراوية. عدد الذين حضروا تقريبا من الخارج أكثر من 30 أو 40 دولة، هذا ما يدل على أنه أخذت هذه القضية بعد آخر. لهذا الآن هم لما نتحدث مع الصحراويين
يتحدثون على ضرورة التغطية الإعلامية للصحراويين وعن نضال الصحراويين والتعريف بهذه القضية والتدريس لهذه القضية، حتى ولو كانت بقضية على الأقل أخذها بالبعد الإنساني، لأن المعاناة للصحراويين حقيقة معاناة كبيرة وكبيرة جدا تقتضي الدعم، خاصة من الجانب الدبلوماسي والجانب السياسي. الاتحاد الإفريقي هو تقدم بخطوة نحو الأمام في دعمه القضية الصحراوية، أيضا هناك تغطية إعلامية كبيرة نحو هذا المؤتمر. أعتقد أن المرحلة القادمة ستشهد شيء آخر من النضال الصحراوي، على الأقل هو الجانب الإعلامي والجانب الدبلوماسي. لهذا الآن كما يقول الصحراويين لا نحتاج إلى دعم عسكري أو من هذا القبيل، ولكن نحتاج إلى دعم نفسي أو دعم سياسي أو دعم دبلوماسي لمواصلة الكفاح ضد المستعمر المغربي. إذن الآن لما نتحدث مع الإعلام الغربي الذي كان متواجد، الإعلام الفرنسي، حتى الإعلام الفرنسي كان متواجد لتغطية المؤتمر، الإعلام الإسباني، الإسبانيون هم يتحدثون ويقولون بهذا الكلام أن الذي ما قامت به الحكومة الإسبانية هو خزي وعار، وهم هؤلاء الحكومة لا تمثلنا نحن بالطبع، ولكن الإعلام الإسباني أخذ منحة آخر في التعريف بالقضية الصحراوية. أعتقد الآن الصحراويين كل ما يطلبونه هو الدعم النفسي والدعم السياسي والدعم الدبلوماسي لمواصلة الكفاح ضد المستعمر المغربي. نعم، لمواصلة الكفاح. سيد ماء العينين، ما الذي تتطلبه المرحلة إضافة إلى العمل المسلح في وقت الاحتلال المغربي يصعد في الأراضي الصحراوية ويقفز على الشرعية الدولية؟ أعتقد بأن شعار المؤتمر واضح جدا لما تتطلبه المرحلة، ولخصه بإيجاز كبير. نحن مطالبون كصحراويين بتصعيد القتال، والقتال هنا على كل الجبهات، ليس فقط الجبهة العسكرية. الجبهة العسكرية هي خط التماس الأول، خط المواجهة الأول الذي سوف يفرض على الاحتلال المغربي ارتكاب الأخطاء، سوف يفرض عليه يعني دفع ثمن الاحتلال ميدانيا. ولكن كما تفضل ضيفكم الكريم، هذا النضال الصحراوي العسكري وهذا هذه المقاومة المسلحة تحتاج إلى إمدادها بالدعم الإعلامي، بالدعم المادي، بالدعم حتى العسكري من بعض الدول الحليفة والصديقة، وأساساً الدعم الإعلامي والسياسي. لأننا لاحظنا منذ عودة الكفاح المسلح بأن الجميع في العالم أو الغالبية، يعني صناع القرار في الأمم المتحدة، في الاتحاد الأوروبي، يحاولون التعتيم الإعلامي على هذا الواقع، يحاولون تفادي الاعتراف بأن هناك حرب قائمة جديدة في الصحراء الغربية. وهذا خطير جداً، لأن من يدفع الثمن هم الشعوب، شعوب المنطقة. من يدفع الثمن هو مصداقية الأمم المتحدة التي عجزت حتى الآن طيلة أزيد من سنتين من عمر الكفاح المسلح، الآن عجزت عن مجرد تسمية الأشياء بأسمائها، مجرد يعني النعت لمن خرق وقت إطلاق النار، المغرب بوضوح طبعا بسبب الضغوطات الدولية، ضغوطات حلفاء المغرب. أكثر من ذلك، وسائل الإعلام الدولية تعاني من عجزها، أو ربما ممنوعة من التغطية ومن الاعتراف بأن هناك حرب حقيقية في الصحراء الغربية، بأن المغرب يمارس انتهاكات حقوق الإنسان. لاحظنا يعني عندما انكشفت فضائح البرلمان الأوروبيين أن المغرب يشتري ذمم الأوروبيين، يشتري ذمم برلمانيين فعلا للتغطية على جرائمه، جرائم حقوق الإنسان، ليس فقط في الصحراء الغربية بل حتى في المغرب نفسه. إذن هذا هو المطلوب، المطلوب من الجميع خاصة وسائل الإعلام أن تتحمل مسؤوليتها في توعية الرأي العام الدولي بما يجري في الصحراء الغربية. واضح جدا. دكتور أسامة، في أقل من دقيقة، رجاء، الظرفية الدولية الحالية، ما الذي تستوجبه من الصحراويين شعبا وقيادة؟ فعلا هو الآن فيه تحولات دولية كما يعرف الجميع. فيه بروز نظام دولي جديد، هذا البروز النظام الدولي الجديد سينعكس على المرتكزات الإقليمية. إذن على الصحراويين في هذا المؤتمر هو أخذ بهذه المبادرة في ظل هذه التحولات، وحتى في طبيعة تطور حركات المقاومة من النضال المسلح ثم إلى حركة النضال السياسي الآن إلى مرحلة التصعيد. هذا ما مرت عليه جميع الحركات المقاومة عبر العالم. أعتقد أن الظرف موازي، ولكن لابد من الإعلام أن يأخذ حقه وأن يأخذ بسائدي هذه
الحركة المقاومة المسلحة حتى يأخذ الشعب الصحراوي استقلاله ويأخذ سيادته. أشكرك جزيلا الشكر الدكتور أسامة بوشماخ أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية، كنت معنا مباشرة عبر خدمة سكايب ومن مخيم الداخلة للاجئين الصحراويين. نشكرك جزيلا الشكر الدبلوماسي الصحراوي سيد ماء العينين لك، شكرا لكما ضيفي. مشاهدينا كان هذا موضوعنا لنهار اليوم، نلقاكم غدا بحول الله في عدد جديد وملفات أخرى من نبض العالم. إلى اللقاء.